السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ ها؟ يقول السلام عليكم: هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ أعوذ بالله، حرام، هذه زوجة ما زالت زوجة، كيف تخطب؟ نعم، المطلقة الباين لا تخطب، فكيف تخطب الرجعية؟ نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما أدري هل يسأل هذا؟ ما يتصور شيء ولا. نعم.